صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قعدتوا كتير تقولوا لي يا غادة عايزين اللي انتي تصوري لنا في محلات بقى الفرش والفوط والملايات والبطاطين والحاجات دي كلها، تمام؟ فجيت لكم النهارده معرض فينيس، يعني في سموحة في شارع مصطفى كامل. طبعا هقول لكم العنوان بالظبط ايه وكل حاجة، وهتشوفوا بقى الحاجات اللي عنده. بصراحة انا جيت يعني تحف يعني، فان شاء الله بنات انتوا عارفين من هنا طبعا هجهزهم من كتر الحاجة ما هي بجد لفتت نظري. هنبتدي مع بعض، تمام؟ بس طبعا استاذ هيثم معايا هو اللي هيقول لي كل حاجة. اهلا بحضرتك، بنتشرف بوجودكم معانا نواد في المعرض، معرض لافينيس. وطبعا احنا بنقدم لكم النهارده عروض خاصه عشان خاطر الجروب عندكم، وفي نفس الوقت هنوريكم اجدد التشكيلات بالنسبه للمفروشات. ربنا يخليك. زي ما حضرتك شايفه كده، احنا اهم حاجه في المفروشات الذوق العالي، وفي نفس أنا شايفة. الوقت الخامه. انا شايفه احنا بنجمع ما بين الاثنين بحكم ان احنا بقالنا في المجال ده اكتر من 30 سنه ومستوردين في الاساس. احنا بنستورد من الهند وباكستان والصين وتركيا واسبانيا طبعا بالنسبه للبطاطين الموره. طبعا عندنا تشكيله دلوقتي، احنا قدام سيكشن بتاع تشكيله الملايات المطرزه. وطبعا الملايات المطرزه عندنا اكيد ملايات مختلفه، لان ده شغل بيتعمل هنا في مصر لكن بيطلع تصدير، فلازم يكون الكواليتي بتاعته عاليه جدا. زي مثلا احنا لو بصينا على ملايه زي دهيت، طبعا ملايه زي ديت واخده شغل غاليه جدا. هنبص على كل حاجه في الملايه. طبعا ده الكنار اللي موجود في الملايه. طبعا اللي بيشوف الرسمه من بعيد طبعا ما يحسش ان دي رسمه تطريز، لا ده شغل تطريز فعلا، مش شغل طباعه. بص حضرتك بالخيوط. وده شغل 3D لاول مره ممكن تلاقوه في مصر كلها، ده مش موجود غير عندنا احنا بس، اللي هو التطريز ال3D ده موجود في الكنار كامل. زائد طبعا الخدديات بتاعتها ليها صوره ولا ملهاش صوره؟ لا ملهاش صوره. ملهاش صوره طبعا. الخدديه بتاعتنا قمه في الرقه. لا رقيقه جدا بجد، فعلا رقيقه مش دوشه يعني. مقاسها كبير، مترين 40 في مترين 60، وعندنا مقاسات اكبر كمان من كده. طب سعره ايه الطقم ده؟ الطقم ده طبعا سعر يعتبر فيه نسبه خصم عاليه جدا بالنسبه لاغلب الناس، لان احنا عاملين دلوقتي عروض الوايت فرايدي. احنا منزلين العرض بدل 790 عاملينه 495، وفي عرض خاص ليكوا انتم اللي هيجي يقول ان احنا من طرف الجروب دهوت اصحاب القناه بتاعتنا. أيوة بتاعتنا فندم. يعني ايوه يا فندم، هيجي هياخد العرض ده ب 449 جنيه. خلاص ان شاء الله. طيب وعايزين بقى نتفرج برضو على حاجات تانية برضو، اسعار اقل واسعار اعلى، يعني ايه اسعار مختلفه يعني لمتناول كل الناس. بصي جمال الطقم ده صراحه، كلهم حلوين. عرايسي خالص يعني. بصي بقى الخامة، انا عايزك ايد تمسكي الخامة كده وتقولي للناس والكاستمر اللي عندك كلهم. لا قطن 100% طبعا طبعا. احنا دي احلى حاجة اللي هو قطن 100%، مع وجود برضو في حاجات فيها شغل جيبيرات. بصي الجيبيرة، في ناس تغوال الحاجات دي، مع وجود شغل التطريز اللي موجود على كامل الملاية. بس المقاس هنا كام؟ كتير من الناس بتحتار من المقاسات الكبيره عشان خاطر بيكونوا جايبين مراتب ارتفاعات عاليه. صح تمام، تدخل جوه. ايوه، فاحنا قدرنا ان احنا نعمل حق لهم المعادله ديت، نجيب لهم ملايه 260 في 280. كده دي اكبر ملايه ممكن تلاقوها في مصر كلها، مع وجود طبعا خامات او ديزاينات بالنسبه لشغل الاطفال باشكال مختلفه. طيب الاسعار ايه برضو بتاع الاطفال؟ اسعار بتتراوح من 375 لحد 495، تشكيله كبيره جدا من اطقم الملايات المطرزه بالوان مختلفه وتطريزات مختلفه، بالاضافه ان فيه بيكون عرض خاص ليكوا انتم ان كل ملايه نازل عليها سعر بتاخدي اقل من السعر ده 50 جنيه. تمام كويس. طيب وعايزين بقى الملايات اللي هي مثلا اللي بالاستيك، اللي هي برضو العاديه، اللي هي مثلا يعني برضو عايزين حاجات عاديه وحاجات الواو العرايس يعني. عندنا طبعا التشكيله الملايات الاستيك بمقاساتها المختلفه كلها، من عندك ابتداء من 120 لحد مقاسات ال 2 متر. طبعا هي دي
عرض السراير، بمعنى ان في اللي هو السرير السنجل بيكون مقاسه 120، السرير الدبل مقاسه 160 او 180 او 195. المقاسات بقى طبعا كل مقاس ليه سعر، يعني مثلا عندنا اهو الخصم مكتوب اهو 175 جنيه بدل 399 جنيه. طبعا ملايه قطن باستك معاها الاثنين كسوه الحدديه بتوعها، مع وجود بقى طبعا تشكيله المفارش بالنسبه للعرايس تشكيله مختلفه حلوه قوي برضو. طبعا في كتير من البنات النهارده بيدوروا ان هم مش عايزين الدربيه، لان هم بيقولوا ان هي مش عمليه، مش عمليه وبتلب بقى. تمام، احنا طبعا نقدر ان انت تقدري تختاري ما بين تشكيله كبيره جدا من مفارش السراير، طبعا شغل شبيه للدربيه، لان طبعا هو نفس شكل التطريز ولكن ما فيش سمك الفايبر اللي بيبقى موجود في الدربيه. زائد الخامه، الخامه هنا لازم تكون خامه قطن تمام عشان تقدر تستخدم المفرش. طبعاً معانا كمان برضو من العروض بقى القوية عندنا، ممكن لو حضرتك واقفة قدام السكشن ده، ده كوفرتا. الكوفرتا معاها ملاية، ودي براند تركي اسمه ماري مي. طبعاً دي كوفرتا خفيفة اللي هي كوفرتات الصيفي اللي هي بتاع التكييف. تمام، بيكون بنفس شكل الملاية. طبعا احنا عاملين عرض قوي فيها، اي حد هيجي من طرف الجروب عندك هياخد واحده ومعاها واحده هديه. والله وب 650 جنيه واحده بواحده هديه ب 650 جنيه. بس كمان التشكيله بتاعتها روعه بصراحه. بصوا بقى يا بنات الصور وهي مفروشه. طول ما انا معاكي هنا اهوت في المعرض وعمال بفرجك هتلاقيني بقول لك عروض قويه خاصه بالمجموعه عندك او بالجروب عندك. طب تمام، عشان هما برضو يتشجعوا وييجوا، لازم يبقى فيه مميزات لينا يعني. طيب اوكي، من العروض القويه بقى عندنا البطانيه، البطاطين بقى يا بنات. البطانيه دي بطانيه تركي ديجرادي، بتكون 3 درجات اللون في البطانيه الواحده. يعني احنا لو معانا مثلا اللون ده، طبعا ده الكشمير، في الروز، في الروز الافتح. طبعا شكل البطانيه رائع جدا، وكمان مقاسها كبير 220 في 240. بيكون وش البطانية حفر ليزر، والظهر بيكون فرو بالشكل ده، يعني الظهر سادة والوش حفر ليزر. ميزة البطانية دي كمان انها بتنزل معطرة. طب ليه معطرة؟ معطرة عشان خاطر هي مضادة للبكتيريا والحساسية. يعني فيها برفان؟ فيها برفان يا فندم. طب استنوا اشوف. لا، عايزة تشوفي حضرتك؟ لازم افتح لك واحدة كده. لسه بقى مفتوحة يعني، عشان برضه ابقى اقول لكم فيها ايه. اتفضل. يا بنات ريحتها حلوة. انا كان فكره اي كلام بجد في يعني ساعات كنت بسمع حاجات معطره وكده، بس لا يا فندم، هي البطانيه دي معطره وكل لون ليه عطر مختلف. والله يعني طبعا كل لون ليه عطر. لا بس طبعا حلوه. طبعا البطانيه ديت احنا من ضمن العروض القويه اللي هنقدمها لكم، البطانيه دي احنا هنديها لكم بعرض قوي جدا، وهو عرض ال 50%. البطانيه دي هنقدر ان احنا نديها لكم بدل 990 499 جنيه. لا ما شاء الله، ده بقى بطانيه بسعر ملايه. يعني العروض دي لغايه امتى؟ طيب برضو المفروض ان العروض دي تنتهي بكره اللي هو يوم الجمعه. تمام، ولكن احنا لا هنمد العرض ده، احنا عايزين شويه الفيديو هينزل على بكره والنهارده بالليل. احنا هنمد العرض ده هوت معاكم لمده ان شاء الله اسبوع من تاريخ النهارده، نقدر من خلاله. بس هيكون العرض ده خاص بالجروب، يعني اللي هيجي يقول انا جاي من الجروب او القناه بتاعت حضرتك، احنا هنعمل له الخصم ده هوت على طول حتى لو انتهى العرض. تمام. طبعا احنا واقفين قدام سيكشن هنا هو سيكشن الكوفرتات. طبعا احنا عندنا تشكيله الكوفرتات تشكيله كبيره جدا، في اكتر من 30 موديل ب 30 فكره. بس من الحاجات المميزه اللي انا وقفت عندها وبكلمك عنها دلوقتي هو الكوفرتا الكوتون بوكس. ليه الكوفرتا الكوتون بوكس؟ لان طبعا ده براند تركي من البراندات اللي بيديكي 100% كوتون، يعني 100% قطن. طبعا فكره ان يكون حاجه 100% قطن دي بتدي امان للناس وانها تطمن اكتر، ان الناس لو عندها حساسيه او كده. بالاضافه ان طبعا الكوفرتا دي تقدري تدخلي حضرتك فيها الحاف، يعني مش كوفرتا وبس، تقدر تستخدميها في الصيف ككوفرتا وفي الشتاء تدخلي جواها الحاف، فبقت كفر للحاف، مع وجود طبعا طقم يعني الملايه فيها. انت تدخل فيها الحاف بالظبط كده، زي الكفر بتاع الحاف اللي هو مع واحد. وجود طبعا طقم الملايه اللي معاها، وطبعا بينزل معاها الاثنين الخدادية بتاعها، وطبعا كمان دبل فيس. في منها فكرتين، في منها فكرة الكوفرتا الناس اللي حابة تشتري كوفرتا، وفي ناس فيها منها فكرة المفرش، المفرش الخفيف اللي بيكون عامل زي الملاية.
طبعا بالنسبه للعرض السعر اللي احنا منزلينه احنا عاملين عليها خصم كبير جدا، ودي نازله بدل 1290 790، وخصم خاص ليكم هيكون 745 جنيه. 745 جنيه هتقدر تحصلها على كوفرتا تقريبا بخصم 40%. تمام. ومعها طبعا في عندنا الملاية ب 645. تمام. في عندك اللحاف كمان البطانية ده. اه. اللحاف البطانية ده فيه ميزة كويسة جدا، طبعا اكتر الناس بتبص للحاف كشكل، وممكن في ناس بتبص له كخامة، بس طبعا احنا فكرة اللحاف ابعد من كده انك تبص لها، بمعنى ان اللحاف لازم يكون فايبر رول واحد، ويكون فايبر حراري واخد درجة تبريد معينة وسخونة معينة، بحيث ان الدفع بتاعه يكون معدل الدفع بتاعه اعلى. طب ازاي نحقق المعادلة ديت؟ ان لازم يكون فايبر سوفت، فايبر خفيف زي ما انت حضرتك شايفة كده، وواخد القنار ده تقيل بالشكل ده، بحيث ان هو طبعا ما يتزحرق يعني. ايوه هو ده الميزة اللي الناس بتحب تشتري اللحاف على اساسها، زائد وجود الخامة القطن في الوش، ووجود الدفاية كمان في الظهر. يبقى احنا كده خلينا معدل الدفع بيزيد من خلال الفايبر او من خلال البطانية اللي موجود فيها. تمام. اللحاف ده نازل بكام؟ اللحاف ده نازل بالسعر اهو، بدل 890 625. تمام. ولينا احنا هتشيل ال 25 بقى، وليكم انتوا هنشيل ال 25. تمام. في عندنا كمان اللحاف اللي هو الوش والظهر قطن. طبعا زي ما انت شايفة الوان زاهية، طباعة بالوان ايطالية ومكان ايطالي. وشين دبل فيس، اللحاف مقاسه كبير 2.40 × 2.60 مع الاتنين الخدادية بتوعه. طبعا برضو نفس فكرة الفايبر الموجود هنا هي موجودة هنا هوت، ولكن طبعا السعر هنا مختلف. السعر هنا يعتبر ارخص لحاف في مصر واعلى جودة طبعا مقارنة باماكن كتير. انت ممكن تروح تشتري اللحاف من اي مكان سين مثلا، مكان معين، تلاقي اللحاف مكتوب عليه 300 جنيه ولا 250 جنيه. طبعا اللحافة دي بتكون الخامات اللي فيها كلها بوليستر، طبعا البوليستر بيعمل حساسية للبشرة، البوليستر بيبوظ بسرعة لان طبعا مع الغسيل بيقدر ان هو يتقطع ويتفتت القماش بتاعه. اما احنا القماش بتاعنا بيكون قطن 100%. طبعا العرض نازل ب 550 بدل 715 طبعا زي ما حضرتك شايف. وفي منه أوكي. حوالي 8 فين اشكاله بقى؟ اشكاله موجوده جوه، يعني في 8 الوان. طيب وده قسم الفوط بنات بقى، السكشن بتاع الفوط. تمام. فوط المصري، وعندنا كمان فوط تركي، بس احنا دلوقتي بما اننا واقفين قدام السكشن المصري فاحنا هنتكلم عنه. احنا عندنا جميع مقاسات الفوط، اذا كانت الفوطه بتاعه الوش اللي هي بتكون متر في 50، او مقاسات النص بشكير اللي بيكون 150 × 70، او بيكون البشكير الكامل اللي هو 150 × 90. طبعا احنا هنا بنهتم بالخامه، الخامه ديت في ناس انا شايفه خامتها كلها حلوه بصراحه. طبعا وده اهم حاجه، انت حضرتك لما بتيجي تشتري فوطه بتبصي وتهتمي ان الفوطه ما تبقاش ناعمه. شايفين الفوطه يا بنات؟ حضرتك الملمس بتاع الفوطه وقولي لهم. لا بصراحه اللي اسمها ايه، الوبره بتاعتها عاليه اسمها. أيوة. يعني مش اللي هي الفتله عاليه، مش اللي هي ناعمه كده ما تنشفش، لا. تمام. وطبعا قطن 100%، ودي من الحاجات المميزه عندنا جدا. وطبعا السعر كمان مميز جدا. سعرها ايه؟ انت تقدري النهارده تحصلي على الفوطه بتاعتها بتاعت الباشا او الديزاين اللي حضرتك شايفاه دهوت، تقدري تحصلي على الفوطه ب 60 جنيه بدل 95 جنيه. يعني دي ب 60 جنيه المقاس ده، ب 60 جنيه مقاس، المقاس اللي هو متر في 50. الفوطه ده نص بشكير بيكون 145، البشكير كامل ب 175. طب في انا شايفه اهو حاجات ب 25 جنيه وحاجات كده. ايه بقى 25؟ دي بتكون الفوط الصغيره اللي هي بتاعت المطبخ. وفي عندنا طبعا تشكيله فوط كمان هنديها لكم بعرض كويس جدا، وهو ان الفوطه ب 50 جنيه بتكون فوطه مطرزه بتطريزات مختلفه، طبعا الخامه برده قطن. يعني دي ب 50 جنيه مقاسها حلو قوي. طبعا دي مطرزه ودي طبعاً الوانها. طبعا ما فيش فوطه مطرزه في الدنيا بالسعر ده ولا بالخامه دي كده. طبعا الفوط ام 50 والكلام الموجوده سين في المنشيه في اي مكان طبعا بتكون قطيفه. لا احنا عندنا كل الخامات قطن. واللي بشراشيب دي 60 برضه. اللي بشراشيب دي 60. 60 كام في كام؟ متر في 50. متر في 50 حلوه برضه، عجبتني جدا. تمام. عندنا سيكشن بقى برضه كمان الفوط التركي نازل بعرض اهو.
دي فوة التركي بتكون 6 قطع بالشكل ده. ست قطع يا بنات. 6 قطع نزل بعرض 475 بدل 560 وبرضه في الخصم. ومقاساتها ايه؟ المقاسات بتكون 90 في 50 كل 90 في 50 كل التركي مقاس واحد. اه. وكمان بقى في حاجة جديدة نزلت البنات بتحبها قوي، فكرة ان هي تعمل ست كده. عبارة عن 4 قطع. بشكل ديجرادي. بحيث ان يتحط في باسكت شيك، يتحط في الحمام. طبعا نزل، احنا عاملين الباكت ده نزل بعرض ب 299 بدل 425. ايه 4 فوط. بصوا الالوان بتاعتهم يا بنات حلوه قوي، الوانهم جميله جدا. فوط المطبخ برضو القطن البامبو تركي. نازله 6 قطع ب 185 جنيه. تمام. عندنا بقى تشكيله البطاطين. البطاطين الموره عندنا. احنا بحكم دي موره 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 اسباني. تعرفوا ازاي مورا الاصلي؟ لازم يكون في حفر كلمة او حرف الام موجود بشكل معين على البطانية. زائد طبعا التيكت ليبل اللي بيبقى موجود عليه، ان اذا كانت هي اكليريك ولا بوليستر. طبعا الخامة مهمة جدا، ودي اللي بتتميز بها مورا، ان خامتها في جزء كبير فيها خامة اكليريك. طبعا موديلات مختلفة ومقاسات مختلفة عندنا بالنسبة وأطول. للسنجل وبالنسبة للسرير الدبل او السرير الكبير. طبعا الاسعار برضو مختلفة، احنا بتبتدي عندنا المورة بخصم كبير جدا، بخصم تقريبا 20%، فتبتدي عندنا من اول 1175، وده ارخص سعر ممكن تلاقيه المورة في اسكندرية كلها او في مصر كمان، وده بحكم ان احنا الوكلة الوحيدين لمنتجات مورة كلها هنا. تمام تمام. احنا طبعا دلوقتي قدامنا بطانية التركي الدبل او الطبقتين. طبعا البطانية ديت من البطاطين اللي وزنها عالي جدا، وهي 5.5 كيلو وفي 6.5 كيلو. طبعا كتير من الناس بتقولك انا بحب البطانية التقيلة. تمام، قدرنا ان احنا نجيب لهم البطانية التقيلة دي بس بخامات عالية جدا، لانها بطانية مستوردة، بطانية تركي، ومقاسها كمان كبير 220 في 240. طبعا هي طبقتين، الطبقة الاولانية بتكون بالشكل ده وحفر ليزر بالشكل ده، الطبقة التانية بتكون شكل مختلف بالشكل ده. بالظبط. طبعا نازل برضو من الخصومات العالية جدا، 50% خصم، ونازلة ب 645 بدل 1290. تمام. وطبعا خصم في منها كذا موديل وكذا رسمة يعني. عندنا مفارش السفرة بقى، تشكيلة بقى رائعة كده. انا حسيب عايزك انت تتكلمي عن مفرش السفرة ده، وانت متخيلة شكله كده وشغل التطريز اللي فيه. طبعا تسأليني عن عدد القطع، انا معك، احنا معانا ان هو 5 قطع، معانا 16 قطع، 25 قطع، 26 قطع، 3 قطع، يعني كل ده موجود كوليكشن كامل. يعني اللي عايز طقم مفارش للسفرة موجود، عايز طقم مفارش لغرف النوم موجود، للليفنج، لأي حاجة. عندنا جميع أنواع المفارش وجميع الموديلات. عندنا الموديلات والصناعة الهندي، طبعا السكشن ده كده ده هندي كله. عندنا الشغل اللي فوق ده، وطبعا الشغل ده احنا منفردين بيه، طبعا تطريز مختلف وستراس مستورد. طبعا أسعار برضو رائعة بالنسبة للمفارش، إذا كانت 3 قطع أو القطعة الواحدة. عندنا الشغل المصري الهاند ميد اللي فوق ده، ده شغل هاند ميد مصري، وبسعر برضو مميز جدا. تقدر تحصلي على اي مفرش كبير، مفرش مربع، تاخدي فيه خصم 20% على جميع موديلات مفارش السفرة. ودي برضو طبعا معانا ده ده طقم مفرش كبير، عبارة عن 26 قطع، مفرش للسفرة كلها، 12 منديل، 12 اسورة. ده سعره ايه؟ ده نازل بخصم الخصم الطبيعي اللي احنا عاملينه الوايت فرايدي، بدل 1790 1590، والسعر الخاص ليكم هيكون 1490. تمام. بصوا يا بنات الاشكال رقيقه جدا. برضو بطاطين الاطفال ما ننساهاش، كتير في الوقت ده بيدور ان هو يجيب بطانية تصميمها كويس عشان الأطفال يفرحوا بيها، وفي نفس الوقت الكواليتي والجودة بتاعت الخامة بتاعتها تكون عالية. احنا قدرنا برضو نوفر لكم ده. عندنا البطانية الديزني طبعا بتصميمات، طبعا كلها تصميمات أطفال، كرتون أطفال، نازلة ب 395 بدل 650. وفي دي برانس كمان، عندنا طبعا برانس فردي، وعندنا اطقم برانس زي اللي موجوده هناك ديت. نشوف الفردي الاول. الفردي عندنا البرنس ب 375 جنيه، وبالنسبه للبرانس او روب الحمام بالنسبه للسيدات عندنا تركي ب 625 جنيه، وده 3 قطع. ده 625؟ لا ده
دي أطقم. دي أطقم. أطقم بقى. الطقم. الطقم نازل بعرض وطقم ست قطع. بيكون طبعا بشغل التطريز اللي موجود فيه ده، هو وش وظهر يعني ظهر حتى البرنس مطرز طبعا نازل بعرض، لان ده قطن كمان بامبو نازل بعرض كويس جدا بدل 1990 1575. وعندنا بقى غرفة اللي جوه ديت مفروش عليها، ده برضو من ضمن المفاجآت اللي انا هقدمها للجروب عندك. زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده ده مفرش 3D، مفرش كوفرتا 3D، مفرش كوفرتا 3D. بس شكله حلو قوي، شوف الخامة جدا كده جدا. خامته طبعا خامته حلو قوي برضو. طبعا وفي منه الوان واشكال، منه الوان واشكال كتير. ده تركي. نقدر نحقق لكم عرض كويس فيه، نقدر نديكم العرض ده بدل 1190 690 جنيه، ده خاص بالجروب بس، بدل 1190 690 جنيه. احنا كده يعني يعتبر احنا لمينا شوية، يعني طبعا هو المحل كبير جدا ما شاء الله، دورين يعني مش هنقدر نلمه كده، بس عملت لكم يعني فيديو كده سريع. المحل هو في شارع مصطفى كامل، عنواننا بالضبط 25 شارع مصطفى كامل سموحة. شارع مصطفى كامل ده اللي هو على اوله بوابة نادي سموحة وفي اخره نفق كليوباترا، ده هو ده شارع مصطفى كامل. اللي حابب يجي لنا ومش عارف يوصل للعنوان ممكن يتصل على التليفون عندنا 40 41 015، تمام، ونقدر ان احنا نوصل له للعنوان بالظبط، او يدخل على صفحتنا اللي هي لافينيس وممكن يبعت لنا رساله نقدر برضو نشرح له فيها العنوان بالظبط. احنا مده العروض اللي احنا عاملينها ديت هو فاضل عليها يوم اللي هو بكره ان شاء الله. طبعا ده الوايت فرايدي بتاعنا هيكون بكره ابتداء من بكره، ولكن احنا هنمدها كمان يومين بحيث ان حضراتكم تقدروا تستفيدوا معانا بالعرض. بس الاهم انك تيجي تقولوا لنا ان انتم من جايين من الجروب او المجموعه بتاعه اليوتيوب. إيه خلاص كده احنا خلصنا بقى الجوله في المحل. بس بنات يعني الحقوا العروض، اللي عايز يجيب حاجات كده ومفروشات يا ريت تلحقوا العروض قبل ما تخلص طبعا. ولو عايزين اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنت تستفسروا عن اي حاجه برضو انا هقول لكم وهرد عليكم. ويا رب تكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم، باي باي.